أهلا فيكم مشاهدينا، نروح للعاصمة اللبنانية بيروت اللي شهدت حدث ثقافي لافت مع فعاليات معرض بيروت للفن في دورته التاسعة. طبعا ركزت مشاهدين هذه الدورة على التصوير الفوتوغرافي الحديث، طبعا التصوير الفوتوغرافي الحديث واستضافت على مدى أيام في الواجهة البحرية لبيروت صالات العرض طبعا محلية وعربية ودولية. يعني هم ما تيجي نشوف ما تيجي نشوف يلا اوكي إطلالة فنية وثقافية قل مثيلها تشهدها العاصمة اللبنانية هذه الأيام من خلال الدورة التاسعة لبيروت آرت فير. التركيز في هذه الدورة كان على فن التصوير الفوتوغرافي الحديث والمعاصر وعلى الفن التشكيلي الحديث. حضور رسمي وحشد آخر من المهتمين ومتذوقي الفنون توزع على صالات المعرض التي فاقت 50 لمشاهدة أعمال نحو 250 فنانا لبنانيا عربيا وعالميا اجتمعوا وتفاعلوا في تظاهرة ثقافية رائدة. الرسالة الدافع لمعرض بيروت للفن هي لبنان، بلد الثقافة والحوار والانفتاح والتاريخ، وللعلم فهو بلد لديه 8000 سنة من التاريخ وهناك كثيرون لا يعرفون ذلك، كما أنه يقع في قلب الشرق الأوسط، وهذا ما نريد أن نركز عليه لأنه حين تكون لدينا الثقافة لن تكون هناك حروب. هذا البلد بلد لا يموت ودائما متجدد، أكان بالثقافة ولا بالحضارة ولا بالفن ولا بالأدب. ونحن نعتبر أنه رسالة هذا المعرض هي تأكيد دور بيروت العربي والعالمي بالعالم الثقافي. خصص معرض بيروت للفن في نسخته التاسعة حيزا واسعا للفنان التشكيلي اللبناني العالمي الراحل بول جيراغوسيان في ذكرى ربع قرن على رحيله. بيروت آرت فير سمعوا السنة الماضية إنه السنة رح يصير ذكرى 25 سنة لوفاة بول. كنا نحن عم ننظم طبعاً كتاب شغلين عليه 5 سنين، عم ننظم عدة معارض حول العالم، فحبوا كتير ياخدوا اللبنان مودرن اسم طبعاً يكون مختص لينعمل تكريم لبول جيراغوسيان، فهن أكيد عطونا هالإسباس الكبير وطلبوا منا ننظم هذا المعرض للتكريم. على ضفة أخرى مجاورة، كان معرض بيروت للتصميم يؤسس لمنصات وتفاعلات مختلفة بين المصممين والحرفيين. معرض بيروت ديزاين فير السنة بيصير للمرة الثانية، هيدي النسخة الثانية عن المعرض. هيدي بس أول سنة نحن بنستقبل جاليريز وديزاينرز مصممين جايين من برا. نحن كبيروت ديزاين فير الشغل اللي عم نشتغله هو كيف ننمي هذا الاقتصاد، لليوم وقتها حرفة يكون عنده شغل، يعني الحرفة عنده رغيف خبز على الطاولة، وهيدا كمان كيف نقدر نحط مصممين مع الحرفية ونخليهم يشتغلوا مع بعض تنقدر ننمي هذا الاقتصاد. وسط الهموم اللبنانية الكثيرة شكلت هذه المعارض الرائدة في بيروت ملاذات مختلفة تسكن اضطرابات أهل المدينة.